السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات من الأستاذ محمد البخاري. بلا شك تعرفوا بأنه هذه المرحلة ديال الفروض ديال المراقبة المستمرة، الدورة الأولى، المستوى الأولى إعدادي. إذا عندي هنا المستوى الأولى إعدادي، لا لونغ فرونسيز، اللغة الفرنسية. عندي هنا الفرد الثالث. بلا شك أنتم عارفين بأنه في اللغة الفرنسية في المستوى الأولى إعدادي كدوزوا 4 ديال الفروض، جوج ديال الفروض ديال الكومبريونسيون إي لونغ كومينيكاسيون، وجوج كذلك ديال الفروض بالنسبة لا برودكسيون إكخيت. إذا هنا عندنا لا كومبريونسيون دو تكست وعندنا لا لونغ كومينيكاسيون. غادي نبداو بالقراءة ديال التكست. دونك هنايا لا فيي بوفريس، لا فيي بوفريس يعني واحد المرأة اللي هي فقيرة جدا. Elle était une fois une famille pauvre qui comptait trois fils, Pierre, Jacques et Jean. كان يا ما كان واحد العائلة فقيرة فيها ثلاثة ديال الدراري، بيير و جاك و جون. هادو هما الأسماء ديال داك الدراري. Un jour واحد النهار بيير ليني، واحد النهار هاد بيير يعني الأخ الكبير دي je vais aller chercher du travail، قال غادي نمشي نسرع على خدمة. Je reviendrai quand je serai riche، غادي نرجع منين غادي نولي غني. Il partit sur la grande دروت اي مارشا، مشى للطريق الكبيره ومشى. ان سوار واحد الليله، نايون بلو كان كروتون دو بان ا سو ميتر سو لا دون، واحد الليله بقالو فقط واحد القطعه ديال الخبز. il rencontra une vieille qui lui demanda، تلاقى مع واحد المراه كبيره اجي وقالت له وطلبت منه voulez vous m'indiquer le chemin pour aller à chateaugueux، واش يمكن لك تدلني على الطريق اللي كيدين هاد شاتوغوي، واحد الشاتو معروف. بيير لا رونسينيا، يعني قال لها الطريق منين تمشي. بوي ال دي، من بعد قالت له افي فو كيلكو شوز ا دوني ا اون فيي بوفريس، قالت له واش عندك شي حاجه تعطيها لواحد المراه فقيره جدا ولا واحد المراه كبيره بزاف وفقيره. بيير لوي دونا سون كروتون دو بان، بيير شنو عطاها؟ عطاها داك القطعه ديال الخبز اللي كانت عنده. لا فيي لاكسيبتا اي لوي دي، هاد المراه الشارفه شدات منه داك الخبز وقالت له جو سوي اون في بور تو ريميرسي دو لا جونتييس، باش نجازيك على هاد الظرافه ديالك. فواسي اون ناب بلونش، هاد لا ناب بلونش غنعطيها لك. تو نورا كا ناب مي لا طابل، غادي تقول فقط ناب مي لا طابل، دونك غادي تساعدوا هاد المساله هاد. بالنسبه لا سورس بيرتران دو بوا كونت داميريك، عندي هنايا لا كومبريونسيون دو تكست، الاسئله ديال النص. بار لا بون ريبونس لو تكست اي، هاد لو تكست هذايا واش هو جورنال ولا ان كونت ولا ان بويم؟ طبيعه الحال هو ان بويم. علاش؟ لانه كيف داب إل إتيت أون فوا، باسكو سو كومونس باغ إل إتيت أون فوا، إي إت أون فورمول دو ديبي، إي سو كومونس أوسي باغ أون فورمول كي إنترودوي لو كونت، داكار. دوزيام كاستيون كومبليت لو تابلو سويفون، لو تيتر دو تكست، كيل إي لو تيتر دو تكست، دونك لو تيتر دو تكست ها هو لا فيي بوفريس، هاهي نكتبها، دونك لا فيي بور لوتور، لوتور الكاتب هو هاد بيرتران دو بوا. Bertrand Dubois. Nisbal la source est le compte d'Amérique. كونت داميريك، يعني يمكننا هنايا نعرفوا لو جون غير انطلاقا من لا سورس. عندنا كونت هنايا، دونك لو تكست سي ان كونت. كيسيون 3 غوليف لا فورمول كي انترودوي لو كونت، لا فورمول اللي كنبداو بها لو كونت. دونك لا فورمول اللي كنبداو بها لو كونت هي هادي. شنو كتضم؟ كتضم لا فورمول دو ديبي، اون لو بيرسوناج برانسيبال، اون فامي بوفر كي برونون غولاتيف، كونتي سي ان فيرب كونجوغال امبارفي، 3 في، دونك حتى لهنا غنكتبها. دونك لا فورمول qui introduit le compte de points. Il était une fois une famille pauvre qui comptait trois fils. La quatrième question relève les personnages en présence. Donc les personnages, on a شخصيات. شخصيات هنايا شفنا بان لا فامي متكونه من بيير، جاك اي جون، ثلاثه ديال الاخوه، ثلاثه ديال الاطفال ديال الدراري، 3 فيس. ولكن بيير ديك الساعه تلاقى مع واحد لا فيي بوفريس، داكا. دونك لي بيرسوناج سون 3 فيس، بيير، جاك
et Jean plus une vieille pauvresse. بالنسبه لي بيرسوناج اللي كيهضروا هنايا في هذا لو كونت عندنا بيير اي لا بوفريس او بيان لا فيي بوفريس سي بيان لا سانكيام كيسيون بوركوا بيير لو فرير ايني اتيل فواياجي اخ الكبير سافر علاش هو حنا نلقاو الجواب ديال هنايا دونك ان جور بيير ليني دي جو في الي شيرشي دو ترافاي دونك اي فا فواياجي بور شيرشي دو ترافاي دونك اي لا فواياجي pour chercher du travail. D'accord, c'est ça l'objectif. La sixième question répond par vrai ou faux. Donc, à dire soit vrai, soit faux. Donc, la famille était pauvre. Là, il a fakir. Vrai. Pierre rencontra un ogre. Wesh, bsah, Pierre tlaqa ma wahed l'ogre. Non. Le sahih wa anna Pierre rencontra une vieille pauvresse. D'accord, donc elle dit faux. Deux autres, les questions suivantes. Maintenant, les questions de langue et communication. Il y en a quatre questions, sont très simples. Suivez avec moi. Relève un verbe introducteur qui annonce une information. Le verbe introducteur qui annonçait l'information. Donc, le verbe introducteur qui annonce une information. Le verbe introducteur qui annonce l'information, il y a des comptes les types des verbes introducteurs. Verbe introducteur. Qui Adna annonce des informations. Adna qui pose des questions. Adna verbe qui répond aux questions. Ou bien Katina qui donne des réponses. Donc, on met la tête dit les verbes introducteurs. Hada qui compte avant la réplique. Avant même que le personnage hada. Ou hada qui compte au milieu de la réplique. Ça fait au milieu de la réplique. Donc, hada li ansaraw alayh daba ghadi ykon qbel men la réplique qui annonce l'information. Donc, قبل ما لا ريبليك مثلا هنايا ان جور بيير ليني دي هاو لو فيرب هنايا دير دونك دير سي ان فيرب انتروداكتور كي انترودوي اون انفورماسيون او بيان كي انونس اون انفورماسيون او بيان انترودوي لي بارول دو بيرسوناج لي بارول دو بيير هاو قبل من لا ريبليك قبل من الهضره ديال بيير صافي دونك لو فيرب انتروداكتور كي انونس لانفورماسيون دونك لو فيرب Le verbe introducteur, c'est dit. Le verbe dire. D'accord? C'est bien. La deuxième question entoure dans la liste suivante uniquement les verbes de mouvement. Radin douar ala faqat l'af'al dial haraka. Hna courir. Courir yani kijri. Donc kijri rafi l'haraka. Penser, yufakir, fiyash l'haraka. Aller, yadhab, fiyash l'haraka. Monter, yas'ad. فيها الحركة être ما فيهاش حركة tomber هي سقطة يعني verbe de mouvement donc courir aller monter et tomber ce sont des verbes de mouvement troisième question classe ces adjectifs dans le tableau ci-dessus adna intelligent dégoûtant honnête énervé calme impoli adjectif valorisant et adjectif dévalorisant déjà prenons les adjectifs dévalorisants et les adjectifs valorisants les adjectifs valorisants donnent une valeur كيعطيو القيمة هادو هما ما كيعطيوش القيمة شي حد intelligent راه adjectif مزيان هذا donc intelligent Dégoûtant, non. C'est un adjectif dévalorisant. Honnête, quelqu'un qui est honnête. Ramzien, nahuikun, qanaa, tkun kaina qanaa. Énervé, énervé, c'est-à-dire triste. Donc, dévalorisant. Calme, mzien, nahul insan ikun calme. Donc, c'est un adjectif valorisant. Et impoli, c'est un adjectif dévalorisant. Impoli. D'accord. La quatrième question maintenant, c'est la question 4. Souligne les expressions qui rendent compte d'un mouvement. Les expressions, les qui indiquent, les qui abro, la haraka. Aller en ville.
الذهاب إلى المدينة يعني فيها الحركة. هذه نسطر عليه. Être content أن تكون سعيدا فيهاش الحركة. Courir sans se retourner يعني الجري بدون الالتفات. هنايا هذه فيها الموفمون. Tomber dans la rue أنك تطيح في الشارع فيها موفمون. دونك هادو ما سوسون دي زيكسبريسيون كي روند كونت دان موفمون. داكوغ. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرض من فروض المراقبة المستمرة الأولى إعدادي بالنسبة للمرحلة الثانية يعني الفروض فرض الثالث ديال كومبريونسيون اي لونغي كومينيكاسيون. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.